فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل المراد أن من فعل ذلك يكفر به؟ لا، وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، المراد نفي الكمال لا نفي الحقيقة، ما هو يكفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.